بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أبو اليمان من قناة التميز لأشرحة. إن شاء الله اليوم راح نشرح طريقة بسيطة وسهلة بتمكننا من عرض محتويات الجوال، سواء كانت صور أو ملفات فيديو، على الحائط أو على الجدار. طبعا كل ما راح نحتاج بهذه الطريقة هو صندوق من الكرتون، سواء كان صغير أو كبير. طبعا أنا حصلت فقط صندوق كبير، لهذا سيكون الشرح على هذا الصندوق. طبعا الآن راح نحتاج أيضا إلى عدسة مكبرة، طبعا بإمكانك الحصول عليها من المكتبات مثل هذه العدسة كما تشاهد. طبعا نقوم بعمل ثقب لهذه العدسة أسفل الصندوق، نرسم دائرة لهذه العدسة ومن ثم إخواني باستخدام أي آلة حادة، سكين مثلا، نقوم بقص قطعة الكرتون التي قمنا برسمها كما تشاهد، فينتج معنا ثقب بهذا الشكل. ومن ثم إخواني بنحتاج إلى إحدى علب الشيبس مثل علب البرينجلز، طبعا نقوم بقطعها من الأسفل. طبعا أنا قمت بقطعها مسبقا بهذا الشكل، ومن ثم نقوم بإدخالها داخل الثقب الذي قمنا باستحداثه داخل الصندوق الكرتوني، فينتج معنا بهذا الشكل. طبعا هذا هو عبارة عن منظار سيكون بمثابة عملية التقريب والتبعيد لعرض الصور على الجدار كما تشاهد. والخطوة الثانية يا اخواني نقوم بتثبيت العدسة على علبة البرينجلز بهذا الشكل، وباستخدام اي شريط لاصق من اجل زيادة عملية التثبيت. ونقوم الان اخواني بادخالها داخل قطعة الكرتون كما ترى. والخطوة التالية يا إخواني نقوم بتشغيل إحدى الصور أو إحدى ملفات الفيديو على الجوال، ونضع الجوال مقابل علبة البرينجلز داخل الصندوق الكرتوني كما تشاهد. ولكي تشاهد الصورة بشكل واضح على الجدار يجب أن تكون قد وضعت الصندوق الكرتوني في غرفة مظلمة بشكل كامل، وسوف تشاهد الصورة على الجدار بشكل تقريبا جيد كما سوف أعرض لك مثال. طبعا اخواني هذا مثال لما سوف تشاهده من الصورة على الجدار. طبعا لم استطع تصوير الامر بشكل واضح نظرا لشدة الظلام داخل الغرفة، لكن بالعين المجردة سوف تشاهد الصورة تقريبا ذات نوعية جيدة وليست ممتازة كما يظن البعض. تحياتنا لكم، دمتم في حفظ الرحمة. واخيرا اذا اعجبك الموضوع لا تنسى الاشتراك بالقناة، ولا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب، وانضم الى صفحتنا على الفيسبوك.